السلام عليكم. دلوقتي احنا في محل ادوات منزليه، نوريكم معانا الحاجه الموجوده. يا رب تعجبكم. بسم الله. دي مقالي تيفال وحاجات موجوده اهي، مجات. المحل ده موجود يا جماعه في شارع النيل في راس البر. دي الاطباق يا جماعه، ما شاء الله. في علب لتخزين الطعام، اللي عاوز يجيب حاجه لعيد الام، حاجات عيد الام هنا كلها يا جماعه موجوده. الصواني، حاجات جميله والله فعلا بجد. احنا جايين نشتري شويه حاجات كده وان شاء الله هعرضها معاكم برده باذن الله. دي صواني مقالي، حاجات ام، كوبايات، حاجات جميله والله ان شاء الله. حلل الاستانلس وحلل جرانيت، حاجات جميلة بسم الله ما شاء الله عندهم. الكنك والمجات، صواني يا جماعة، صواني ايه؟ الحاجات جميلة اوي اوي اوي، في حاجات جميلة جدا عندهم والله. كل سنة وكل أم بخير وبصحة وسلامة. معايا طبعا ابو زكريا في الفيديو. دي صواني، ما انا وريتها لهم. اهي برضه، جبتها. حاجات كتير جميلة والله. احنا بناخد من هنا على طول. في عندهم الحاجات البلاستيكيات بقى والحاجات دي. ده شارع النيل يا جماعة، في راس البر. في مقشات وفي حاجات كتيرة، في حاجات كتيرة جدا. ده كاسات ما شاء الله. كوبايات. ماشي، جاي لها. حاضر. دي البلاستيكات يا جماعة. حاجات جميلة جدا والله. في يا جماعة برضو في كاسات اهي ومجات، في مطابق الشوربة. لا ما تقلقش. ما انا عارف. كاسات ما شاء الله، حاجات جميلة والله. لكل أم كل سنة وأنت طيب ما شاء الله. الأسعار بقى إيه أكتر؟ اسم المحل بقى علشان يبقى حكم دار. حكم دار، حكم دار في شارع النيل. حكم دار يا جماعة في شارع النيل. دلوقتي هبقى أصور من بره. بجد والله حاجات جميلة. حاطين الحاجات فوق جدا، بس انا بقى في السقف وانا قصيرة. ما شاء الله، كل سنة وكل أم بصحة وسلامة. ما شاء الله. فوق برضه اهو، واللي هناك التربوهات والحاجات. ما شاء الله، ما شاء الله.
في مقالي جميلة أوي عندهم مثل مقالي الأسعار هنا يا جماعة حلوة مش وحشة. تنحك النظار شو رأيك؟ لا ما مش ما تحسنيش انت فلو. يلا يا جماعة اشوفكم على خير ان شاء الله بإذن الله.